يقول هل دفع العشور والتبرعات التي لم يدفعها المتوفى أثناء حياته تأثر على مكانته ويذكر له الله هذه الخطية؟ يا ريت لو واحد عرف ان ابوه نذر نذر وما وفقهوش هو يوفي النذر بدل ابوه. وهكذا بالنسبة لباقي اقاربه. يعني واحد بيقول ما رأي قداستكم في زوج فرق وترك زوجته وبناته الثلاثة من حوالي 5 سنوات بسبب شكات واحكام قضائية عليه، وحتى الان لم نفكر في الاتصال به ولا نعرف عنه شيء ان كان حي او ميت. وظلت الزوجة ترب بناتها حتى وصلوا الان الى المرحلة الجامعية وليس لها دخل سوى راتبها الحكومة. لماذا تنصح؟ تبعت لنا اسمها وعنوانها واحنا نديها مرتب يعينها على الطريق.